بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى حمدا كثيرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربنا للعالمين هادي ومبشيرا ونذيرا، ورضي الله عن آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع هداه وهديه وارض عنا معهم يا رب العرش العظيم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة في الكلام والتصرف والمعيشة، بل وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أمر عظيم كريم ضروري ينبغي على كل مسلم أن يحرص عليه. هذا لأن بعض الناس إن كانوا في حياتهم، إن كانوا أناسا عاديين، أو إن كانوا في دعوتهم، إن كانوا طلاب علم وشيوخا، قد لا يكرمون بهذه الخصلة المهمة وهي الحكمة في التصرف والكلام، فتراهم يتسرعون بكلام وتصرف وأفعال قد تخرجهم عما يكون الصواب والحق في حياتهم وأمور شؤونهم. إذا جلست في مجلس أكثره متعلمون مثقفون، وأردت أن تدعوهم وتنصحهم، فلو أنك مثلا ذكرت لهم شيئا مما يتعلق بالإعجاز العلمي في القرآن من الأمور الموثقة الصحيحة الدقيقة، فهذا أمر مستحسن ضجيج. بالمقابل، لو أكثرت لهم من الحديث عن المعجزات والكرامات وخوارق العادات لانتقضوا كلامك وانتقصوه، ولم يصدقه بعضهم، وشككت بعضهم في شؤون دينهم. لو أنك انتقلت إلى أناس آخرين ليس عندهم من العلم إلا القليل، سواء في علوم الدين أو في علوم الدنيا، وليسوا يمتلكون من الثقافة إلا يسيرا، فدخلت لهم بالمقابل في شؤون الإعجاز العلمي والحسابات والأمور التدقيقية الفلكية التي جاء بها العلم الحديث ووافقت شأن القرآن العظيم إن كانت موثقة مدققة كما قلت، واستطردت في هذا الموضوع، لملوا وكلوا وأرادوا الخروج من مجلسك. بالمقابل، لو أنك حدثتهم عن الخوارق والمعجزات والكرامات وأفرطت لهم في ذلك لحشوا وبشوا وسروا بذلك، وكلا الأمرين ليس صحيحا، لأنني لن أشتغل وأعمل وأدعو إن كنت طالب علم أو كنت إنسانا عاديا من أجل الناس، ولكن أراعي أحوالهم. مراعاة أحوالهم شيء، وأن أشتغل من أجلهم شيء آخر يختلف عنه. فأنا لا أشتغل ولا أدعو من أجلهم، ولكني أنظر في أحوالهم فأعمل بحسب ما تقتضيه الحكمة، بحسب ما يمكن أن يصل إلى عقولهم. لذلك الفقهاء من قديم فرقوا مثلا بين مسجد السوق ومسجد الحي، فقالوا: لا ينبغي أن يطيل إمام المسجد إن كان في السوق، لا ينبغي أن يطيل إن كان في مسجد السوق، فإن كان إمام قوم محصورين، كذا تعبير بعض الفقهاء، مو محصورين يعني في الحبس، محصورون يعني معروفون، هم أهل هذا الحي مثلا، قل أن يأتي إليهم غيرهم، وقد اعتادوا على إمامهم واعتاد عليهم، فإن أطال بهم لا حرج عليه، وهكذا. لذلك مثلا لما كان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وهو الصحابي الجليل كان يؤم قومه في صلاة الفجر فيطيل بهم، وكان قوم قال: لماذا لم يكن يصلي هو في المسجد النبوي؟ كان بيته ومنازل قومه بعيدة نسبيا عن المسجد النبوي، وقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كان بعيدا عن المسجد النبوي أن يصلي في مصليات، في أماكن صلاة خاصة بهم، فهناك عدة مساجد وجدت في العصر النبي كان يصلى فيها ما عدا المسجد النبوي الجامع، إذا كانوا بعداء عن المسجد الجامع فيصلى بهم الجماعة، فكان يصلي بهم ثم يأتي المسجد النبوي، فإن أدرك اتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيطيل فيهم. كان بعض الناس منهم أو كثير منهم أهل حيه، أهل أعمال، أهل زراعة، فأطال فيهم ذات مرة، فانفتل رجل فأتم صلاته وحده ثم انصرف. قال: فبعض الناس تكلم فيه قال: تسوء صلوا الشهداء، ترك الصلاة وانصرف، يعني ما يستحي، ما كذا ما كذا.
هذا الرجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه ما صنع معاذ. يا نبي الله، معاذ يطيل بنا، وإني رجل صاحب ناضح. الناضح هي الدابة التي تدور حول البئر، تدور فتسحب الماء، تسقي الماء منه، هذه تسمى ناضحة. قال: وإني رجل صاحب ناضح وزرع. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا معاذا وهو غضبان، فقال: فتان فتان فتان، يعني أنت فتان فتان فتان. أم الناس بإذا زلزلت الأرض زلزالها بكذا بكذا، فجعل يعدد له سورا قصيرة. سبحان الله، هذا الكلام النبوي هو أصلا بعد كلام الله عز وجل في شأن الحكمة، في قضية الحكمة في التعامل مع الناس. الناس يحتاجون إلى تقريب إلى دين الله عز وجل، إذا كان هذا في ذلك العصر فما بالنا بعصرنا هذا الذي تغيرت فيه الأذهان واختلفت فيه الآراء وتباعدت. فيا أيها الأخ المسلم، أذكر نفسي وأذكركم جميعا ومن ينقل إليه كلامي، فليكن أحدنا حريصا إذا جلس في مجلس أن يرقب أهل المجلس، ما الذي يناسبهم فليشتغل به، وما الذي لا يناسبهم فليبتعد عنه. ورد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال يوما: حدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، في الكلام تقدير ذهني، كأنه قال: إذا حدثتموهم بما ينكرون، بما لا تتقبله عقولهم، بما لا يدخل في أفكارهم لأي سبب كان وإن كان صحيحا، حينها سيقولون: أنت كذاب أو دينك والعياذ بالله كذب. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لا لا نحب أن يكذب الله ورسوله. إذن فليكن الإنسان حريصا على أن يسوق كلاما يتقبله الحاضرون أمامه بشكل عام. قال: يعني أنا أغير الدين من أجلهم؟ قلت لك لا، في البداية يا أيها الإنسان ثوابت الدين وأصوله لا تتغير، لكن الطرح، الفكرة التي أسوقها في المجلس، الحديث الذي اخترته من بين مئات الأحاديث، الآية التي انتقيتها من بين مئات الآيات، هي التي ينبغي أن أحدد طرحها واختيارها وأكون متناسبا في ذكرها في المجال. فكما قلت مثلا، بعض الإخوة سبحان الله في كل مجلس، في كل مجلس لابد أن يذكر كرامة من كرامات الأولياء والصالحين. يا أخي في كل مجلس لابد أن تذكر هذا. لعلني قلت مرارا، وهو كلام منقول عن العلماء من قديم، الكرامة شيء ثابت في ديننا لعباد الله المؤمنين. وقلنا إن العلماء قسموا هذه الخوارق ثلاثة أقسام: ما كان للأنبياء نص على أن اسمه معجزة، وما كان للعلماء والأولياء الصالحين الصادقين نص على تسميته كرامة، وما كان يجري على يد إنسان فاسد وأحيانا كافر نص على تسميته إما سحرا أو استدراجا، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فالكرامة للرجل الصالح أمر ثابت، أمر ثابت. مثلا ما الذي جرى لأهل الكهف؟ حادثة خارقة للعادة، ماذا نسمي هذه الحادثة؟ ما كانوا أنبياء، كرامة. ما الذي جرى للسيدة مريم؟ وهذه الأشياء ثابتة في القرآن، يعني ما في حد يستطيع أن يقول صح أو ما هو صح إذا كان يؤمن بالله ورسوله. ما الذي جرى للسيدة مريم؟ تؤتى طعاما في غير وقته وكذا، يراه عنده عندها سيدنا زكريا، أيضا يسمى كرامة. ما الذي جرى للرجل والعبد الصالح الذي كان مع سيدنا موسى وقد اختلف العلماء، وهو الخضر، هل هو نبي أو ليس نبيا؟ أيضا إن لم يكن نبيا على قول بعض أهل العلم فهي كرامة، وهكذا. فالكرامات أمر ثابت، لكن في كل مجلس ده أحكي على كرامة سيدي فلان وسيدي فلان وسيدي فلان، الجالسون يقولون: يا أخي بعد زاد هذا الإنسان ما عدنا نقبل منه، وهذه الكرامات كما بعض الناس أيضا يقولون كلها خرافات ولا نصدق بها. يا أخي حينما تسوق هذه القضايا سقها كما قلنا في مجالها، في سياقها، بترتيبها، وقدم لها مقدمة إن كنت في مجلس عند أناس قد يتشككون في مثل هذه القضايا، قدم لها بمقدمة مناسبة وهكذا. لكن الواقع أن بعض الناس أيضا يتشحى،
يتشحى، الذي يعجبه من فلان أنه يصرخ كثيرا. سبحان الله، هل كل خطبنا صراخ؟ لا، لكن بالمقابل خطبة الجمعة تكون عند بعض الناس مجالا للنوم، يخطب كأنه يقرأ درسا يجعله بدل حبة منوم للطلاب بديل، فترى نصف الحاضرين نائمين ويقول هكذا أسلوبي. لا، ما هكذا أسلوبي، خطبة الجمعة تحتاج إلى قوة، قوة مو أنا اخترعت ذلك، ورد ذلك في السنة. بالمقابل الدرس في كثير من الناس دروسهم كلها حربية، كلها قتال 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 قتال، ليس هكذا الدرس. بالمقابل أيضا دروس بعض الناس كلها بصوت منخفض ضعيف قد لا يسمع ولا يفهم، هذا أيضا ليس درسا. الاعتدال، التوسط، الحكمة، سبحان الله. لكن هذا كما قلت ليس موجودا في كل الناس، فإذا لم أجده في إنسان فلأبحث عن هذا الإنسان الحكيم في المجلس حتى أستفيد منه. أؤكد على هذه القضية الآن، ما سبق قد يخاطب به طلاب العلم، الآن الذي أقوله الآن أخاطب به نفسي وكلنا جميعا كلكم، أبحث عن إنسان أفهم منه كلامه، يدخل إلى قلبي. هذا أمر ضروري جدا يا أيها الأحبة، لأن بعض الناس يأتي إلى أحد المساجد يقول لك هذا أقرب مسجد على بيتي. بالله عليك، إذا أردت شيئا ينفعك في أمور دنياك ألا تطيل الطريق قليلا من أجل شرائه؟ ألا تذهب إلى مكان بعيد عن حيك من أجل شراء شيئا تحبه؟ قال نعم. أنت لا تنتفع بخطوة الجمعة في هذا المسجد، أعني أي مسجد كان في الدنيا، لا تنتفع بكلمة وموعظة من أستاذ معين في أي مسجد كان، يا أخي امضي لغيره، سأل عن من يتلائم مع روحك، مع نفسك، مع قلبك، مع عقلك، حتى لا يتسرب الشيطان إليك فيكذبك بدين الله عز وجل. الشيطان لا يزال بالإنسان هذا غلط وهذا غلط وهذا غير وهذا هذا، حتى يشككه في الدين كله، ولا كل هؤلاء دعوتهم غير مقبولة. أنت الآن من واجبك أن تبحث عن من يقع كلامه في قلبك وعقلك ويصل إليك كلامه هنيئا طيبا مفهوما رقراقا، فيجعلك تزداد إيمانا. الإنسان يبحث عما يزيد إيمانه، عما يحرض قلبه على طاعة ربه، عما يبعد نفسه عن معصية ربه، يبحث عن هذا. فابحث. كم أسمع من الناس يشتكون في كثير من المساجد، هذا الخطيب وهذا الخطيب وهذا الخطيب وهذا الخطيب. طيب ألا تجد خطيبا مناسبا؟ قال أجد، محله بعيد، هو مرة في الأسبوع، وروح لعنده يا أخي وانتفع به، خير من أن تخرج من المسجد فتلوم وتغتاب الخطيب، بدل ما تؤجر تؤزر، تتكلم عليه وما يفهم وما يفقه، أسلوبه طريقته ما عليك يا أخي، يبحث عن مكان تطمئن فيه نفسك وتستقر فيه روحك والزمه. سبحان الله، كم في ذلك خير يعود على الإنسان، في ذلك خير كبير. لذلك يا أيها الأحبة، العلماء تعددت مشاربهم وأساليبهم وطرقهم كأنهم زهرة فواحة. أنا يعجبني لون الزهرة الأحمر، أنت لا يعجبك. أنا تعجبني رائحة معينة في الزهر، أنت لا تعجبك، لكنها على كل الأحوال زهرات، زهرات شئت أم أبيت. وهذا بالنسبة لطلاب العلم قد يكون أمرا أيضا يعني مشبها به، قد يكون هذا موجودا. فخاطبت طلبة العلم وخاطبت أنفسنا نحن أن نبحث على من نرتاح، عن من نرتاح عنده، فنحرص على صحبته والانتفاع به. أسأل الله لي ولكم أن يسدد خطانا إلى ما فيه صلاح أمرنا ورشادنا، والحمد لله رب العالمين.